خوتي كيما حكيت لكم البلاصه هذه كاع دار بريفي عندهم كاع الدخله تاعهم للبحر. حبي يقول انت كي تكون ماشي هنايا ما تسكنش هنا ما عندكش دخله للبحر، ما كاش كيفاش تجوز مثلا دوكا ما نقدرش نجوز دار السيد هذايا كون ما جيتش هنايا يلقاني هنايا يقدر يتيري عليا. لكن واش حبيت نوري لكم حاجه اللي عجبتني هنايا، شوفوا واش داروا. داروا public water access، حبي يقول للبوبليك هذيا ما ما تكونش ساكن هنايا وقاعيتيك وانت شغل ما تسكنش هنايا هم داروا لك ماشي تجوز تما شعبي اي شعبي اللي ما يسكنش هنايا هم داروا له طريق public water access، معناتها public هي الشغل الشعبيه ولا ما باش كيفاش نترجمها، water access هو طريق الى الماء ولا باش تدخل الماء. هذه اي واحد شعبي ما هو شاري هنايا ما هو شاري منا ما هو شاري منا يقدر يروح يبحر بصحته. لا هاي لك هذه الدار اللي رانا كاريين فيها ومن الجيران من هنا public water access يقول تاع البابليك. هذا ما كان فيديو خفيفة ظريفة باش نبين لكم بليك ما اللي ماشي شاري هنايا خمو فيه وداروا له طريق باش يجوز يبحر. وبيان سور هذا البحر ولا الشط تاع الناس قاع واحد ما يسال فيه، صح انت عندك هذه البلاصه تاعك واحد ما يمشي لهنايا ما يخرج هنايا بصح تحت ملك للدوله الامريكيه.